ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر صباح اليوم وفد دولة الكويت المشاركة في اجتماع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري في دورته 54 التحضيري للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته 43 المقرر عقدها بعد غد الجمعة في عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض. تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض مناقشة التحضيرات الجارية للقمة الخليجية وكافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة والتي سيتم رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو القادة في أعمال القمة.